بدي لكم اليوم العمران عنوان تقدم الشعوب شعوب وتطورها، والأشرفية حاملة هيدا العنوان. منطقة لبنانية مميزة بسكان الأحبار، الأشرفية هي الشرفة بتطل شامخة على العاصمة من جهة والمتن من جهة تانية. اليوم نحن موجودين بجنينة اليسوعية تنحكي لغة عالمية يلي هي الموسيقى. الأشجار تغني هو عنوان الإيفنت اليوم بحديقة اليسوعية. بونسوار. أنا أول شيء بدي أشكر كل الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني وخاصة يلي بيهتموا بالبيئة، بشكرهم على كل النشاط يلي عملوه لتبقى هالجنينة. يمكن لولاهم ولولا الجيران يلي تحركوا اليوم ما كنت واقف بيناتكم، ولا كنا نحن سوا بهالفسحة الخضراء بين هالشجرات اليوم عم نعمل هاي بالاحتفال. الشكر الكبير بروح لألهم بالأول. كتير ناس سألوني بتحرز كم شجرة، بتحرز جنينة اليسوعية كل هالحركة وكل هيدا النشاط، منن أكلين الأخضر واليابس، يمكن قصدهم السياسيين يعني. وناس تانيين قالوا لي طيب معاشنا ما عم بيقدينا، أولادنا هاجروا، أنجأ عم نقدر حرب وضرب وانفجارات وسلاح وإرهاب وتكفير، وأنتوا بالكن بهالجنينة بهالكم شجرة. أنا اليوم بدي أتوجه لهيدول الناس بالتحديد يلي هن يمكن مش معنا اليوم بس يمكن عم بيسمعونا، إنه نعم أوقات أنا مؤمن إنه التغيير فيكون على كل الأصعدة. نحن فينا نأثر بكل شيء مهما كان كبير، سياسات دول أنتو الناس ونحن فينا نغير فيها. كيف قرارات لسلطة محلية هي خاطئة؟ أكيد إذا أنتو وقفتوا وطلع صوتكم فينا نغيرها. اليوم إيه أولادكم يلي هاجروا أو اللي بعبن صغار، إذا رجعوا على مدينة فقبت روحها، فقبت قلبها، صارت كتلة بيتون، ما بقى إلها طعمة. اليوم الذكريات يلي هي بهالجنينة، أنا بدي أذكر بوسط بيروت، يمكن أنا ما عشته، بعرف أخباره من أهلي، قسم كبير منكم عاشوا. يمكن لو بعد الحرب وقت حاولوا إعادة إحياء وسط بيروت، كلنا وقفنا وقلنا بدنا نخليها هاي بالمدينة لأهلها، مش مدينة أشباح مثل ما هي اليوم، يمكن ما كان مشي هيدا المشروع الجائر. اليوم إن شاء الله بحركتكم بنشاطكم بوقوف الجيران والأهل بتضل جنينة اليسوعية، ومنضلنا نقدر كل سنة نعمل هذا الاحتفال فيها. وشكرا جزيلا لكم كلكم. يلا لحجاري بكون سريع لنبلش السهرة ونتسلى مع بعض، ننبسط مع بعض. أول شيء بدي حيي أهل الرمال والأشرفية والصيفة يلي ما حدا بيقدر عليهم وكتير جرب. تاني شي بدي حيي المناضلين والناشطين بالجمعيات يلي معنا الليلة، يلي أنا بفهم عليهم وهن بيفهموا علي وعلينا، لأنهم عندهم قضية، واللي عنده قضية كل يوم الصبح بيوعى وفي شي بيدفشوا لقدام ليجاهد ويشتغل أكتر لقضيته. وهن عندهم قضية البيئة والقضايا الاجتماعية والإنمائية، ونحن عنا قضية الإصلاح والسيادة وقضايا السياسية. تاني شيء بدي أحكي مع السياسيين يلي بيحكوا من ميلة بيقولوا ما بدنا نسيس الموضوع، ومن ميلة تانية بياخدوا موقف بيقولوا هيدا الموقف بده يصير غصبا عن الكل، وبيعملوا بيان وبياخدوا هيدا الموقف. أنا بدي أقول لهم لا، الموقف ما هيصير، ونحن الأهالي رح نوقف بوجهه وخليهم يجربوا إذا انهم قبضيات. تالت شيء بدي أقوله للأهالي يلي عم بيقولوا، لأنه مش الكل عم بيشوف الموضوع من نفس الزاوية. إيه مزبوط، نحن مع المواقف، مش عم نقول ما بدنا مواقف، عم نقول في 100 حل وحل لهالمواقف ما تصير تحت الجنينة، والبلدية بتعرف هالحلول. عم نقول بدنا مواقف وبدنا جنينة. آخر شيء بدي أقول إنه العنوان اللي حطوه الجمعيات لهالسهرة كتير حلو، السجر بغني. أنا بدي أقول إيه إنه في ناس بتحكي
بالعيط وبالفرد وبالصلبطة، وفي ناس تحكي بالغنى، ونحن من هيدول. ويلا إن شاء الله تكون سارة حلوة كلنا سوا. Thank you. يلي حاب بيقولوا إنه شركة تاتش بسنة 2012 هي دعمت المبادرة، مبادرة شارع الجعيتاوي دايماً على البال، وذلك من خلال الدعم يلي عطته لكل الأنشطة يلي صارت بالشارع، وللترميم يلي صار لبعض البيوت، وكمان للترميم وللتنظيف يلي صار بالحدائق. ونحن اليوم بسنة 2013 رجعت الشركة كمان كملت دعمها، وكمان من خلال الأنشطة يلي عملتها للحفاظ على بيئة سليمة لسكان هيدي المنطقة. لقاؤنا اليوم مع شروق الطبيعة والبيئة وروحه، مع شعر ورقصة وعزف موسيقي وطرب لبناني وأرمني أصيل، أو بكلمة أوضح، مع طفولتنا الأولى عندما رست فلك جدنا نوح على قمة جبل أرارات، واستيقظت الغبطة وقداس الوجود في بلاد الأرز الخالدة. الليلة جينا نصرخ بصوت واحد وكلمة واحدة، ممنوع تدمير جنينة اليسوعية، مش رح يقدر حدا يخدعنا، الشجرة يلي بتروح ما حدا بعوضها علينا. الليلة عم نوجه رسالة واضحة لرئيس البلدية وللمجلس البلدي كمان، روحوا دوروا على غير محل لتعملوا فيه موقف سيارات، ومثل ما حمينا جنينة الصنايع من التدمير ومن الإجرام البيئي، رح نحمي جنينة اليسوعية وكل بقعة خضراء ببيروت. نحن للسنة الثانية على التوالي بنعمل مهرجانات بقلب جعيتاوي لإعادة إنعاش المنطقة، والسنة سابت ضمن جعيتاوي بالبال، ضمن جعيتاوي بالبال. هالسنة عملناها على تام الشجرة بقلب جنينة اليسوعية، لأنه في تحرك عم بيصير لبقاء هيدي الجنينة على خضارة وعدم تحويلها إلى موقف السيارات. مساء الخير. أنا جاي عندي طلب وأمنية للأحزاب وللسياسيين وللمحاور، بدي أقول لهم بليز سيلفو بلاي، رجاءا عملوا معروف بكل اللغات أنه بالتجاذبات وبالمشاكل لازم موضوعين يتحيدوا عن هالخبصة اللي ماشية، موضوع البيئة لأنه هيدي بتخص الجميع، وهيدي إذا انضربت البيئة ما في عودة للوراء، يعني كل شجرة بتنقبع بدنا ننطر عشرات السنين تترجع شجرة تصير بحجمها. Pienso que la vida es igual, tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivir todo que piensa que está sola y que está mal, tienes que saber que no es así, que la vida viene a yo solo, siempre hay que
من مكان. الهيئة هيدي القصة كانت من زمان. قلبي يقولوا إنه الشط لمين مكان. الهيئة هيدي القصة كانت من زمان. ردموا البحر سرقوا الرمل مكبات شلايات